اهلا بيكم، ومعانا النهارده يونت جديد بعنوان The Water Cycle. The Water Cycle يعني ازاي الميه بتتكون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حياه الميه ازاي بتتكون من تبخر وتصاعد بخار الماء، وازاي ان السحاب بيتكون والامطار. كل ده هنعرفه في اليونت ده. طبعا مادام بنتكلم عن ووتر سايكل يعني كلام هيبقى ساينتفك جدا، فهنبدا معانا ريدنج بارتكل موجوده في مجله علميه وهي بتتكلم عن برضو الووتر سايكل. بس قبل كل ده عايزين نخش على الاوبجكتيفز بتاعه الدرس بتاعنا، عشان واحنا عمالين بنمشي في الدرس يبقى عينيكم معايا على اهم الاهداف بتاعه الدرس. عندنا في الريدنج قلنا هنتكلم عن الووتر سايكل وازاي هاو ات فورمز، ازاي ان هي بتتكون. بعد كده عندنا في السبيكنج عندنا تشيكينج اندرستاندينج، ازاي ان احنا نتاكد ان الشخص اللي قصادنا قدر ان هو يفهم او يوصله الكلام بتاعنا بشكل صحيح. بعد كده في الجرامر عندنا present simple passive، المبني للمجهول محطوط في شكل المضارع. واخر حاجة عندنا في الرايتنج هنتكلم عن write about a process، ازاي نحن هنتكلم عن اي process بشكل زي ما احنا درسناه في اليونت. تعالوا مع بعض يلا نقرأ اول حاجة اللي هي الريدنج. water cycle. Water moves around the earth all the time. It is cycled by nature. This is called the water cycle. So what's happened? المية بتتحرك حوالين الأرض بشكل طبيعي دايما طول الوقت، وده بيسمى إن المية بتدور نفسها بنفسها. طيب يا ترى ده بيحصل ازاي؟ تعالوا مع بعض نكمل. What's evaporation؟ يعني ايه التبخر؟ When the sun shines, it causes water in rivers, lakes, and the sea to evaporate. لما الشمس بتشرق بتتكون المية اللي موجودة في الأنهار والبحيرات، وبيتم بذلك التبخر. This means that water turns from water into a gas. This gas is called water vapor. وده بيتحول لمية، وده يعني ان المية بتتحول الى غاز، والغاز ده بيسمى water vapor. يعني ايه water vapor؟ يعني الماء المتبخر او بخار المية. طيب تعالوا مع بعض نكمل. What is condensation caused by؟ ازاي التركيز او التكثيف بيحصل؟ يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نبسط المعلومة بشكل بسيط. As the water vapor moves up in the air, it becomes cooler. The water vapor changes into very small drops of water. This is called condensation. لما بخار المية بيتصاعد للهواء بيصبح بارد جدا. The water vapor changes into very small drops of water. وبعد كده ان هو بيتكون لقطرات صغيرة من المية، وده بيسمى التكثيف او التركيز. You can always see condensation in the inside of a window. ودايما بنلاحظ ده بيبقى موجود في اي شباك من الازاز من برا. بعد كده How are clouds formed? ازاي السحب بتتكون؟ In the sky, the small drops of water are blown together by the wind. في السماء بيكون في قطرات صغيرة من المية وبتتجمع مع بعض، وده من خلال الرياح. When billions of the small drops join together, they form clouds. ولما ملايين من النقط الصغيرة من التجمعات دول بيتجمعوا مع بعض بيكونوا سحب. How is rain made? ازاي المطر بيتكون؟ If the drops are too big and heavy, they fall through clouds into ground. This is rain. ولما قطرات المياه دي بتكون كبيرة جدا أو تقيلة
they fall through clouds يعني بيسقطوا من السحب للأرض وده بيسمى الأمطار. نيجي الآخر معانا حاجة how is snow made إزاي التلج بيتكون. Water drops not always become rain. When it is very cold water drops turn into ice and fall to the ground. This is called snow. مش بالضرورة إن قطرات المية تتحول لأمطار، ممكن إن هي أما تصبح باردة جدا إنها تتحول لتلج وتبتدي تسقط للأرض وده يسمى بالتلج. بكده نكون خلصنا مع بعض فقرة الريدنج، ونتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا أهم الحاجات اللي بتحصل في الووتر سايكل من خلال السايكل بتاعتها. تعالوا مع بعض ندرس أهم الكلمات اللي جات في الدرس بتاعنا. يلا نبدأ. الword time drops of water قطرات المية، sunshine الشمس لما بتشرق، evaporation التبخر، lake بحيرة. ولو نفتكر مع بعض بحيرة ناصر جات معانا في lesson من الدروس بتاعتنا، وأنا حبيت أذكركم بس. water vapor اللي هو بخار المية، experiment تجربة علمية، frozen مثلج، blow ينفخ، stir يعني يحرك. طيب جينا مع بعض لل difference time. في difference time جت عندنا مصطلحين ممكن تتلخبطوا فيهم او انتوا حابين تعرفوا عنهم فعلا معناهم ايه. عندنا كلمة evaporation التبخر، وعندنا condensation. يعني ايه الكلام ده؟ evaporation when water becomes into water vapor، لما المية بتتحول لبخار ماء. بيتم التكثيف اللي هو condensation when water vapor turns into water drops، ودي تعتبر عكسها. وبكده نكون احنا عرفناكم بالفرق بين الايفابوريشن اللي هو التبخر والكوندنسيشن يعني التكثيف، ونتمنى منكم ان تكونوا فهمتوها كويس. عندنا في الدرس جاي بعض الفيربس الافعال ومضادها، وعندنا برضو جاي افعال بيجي جنبها prepositions مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، زي ايه؟ appear and disappear يظهر ويختفي، advantages يعني مميزات، disadvantages عيوب، move around stare at turn from، وبعد كده حاجة وبعد كده بنحط into or to، and finally give energy. يبقى الverbs دي لازم نحفظ prepositions بتاعتها ونحفظ المضاد بتاعها علشان دي بتيجي زي ما هي كده. وبكده نكون خلصنا word time، وهننتقل دلوقتي على speaking time، ويلا نشوف هنتعلم فيه ايه جديد. Dahlia and the Hugger are shopping in the supermarket for their home monthly requires. Let's see what we will learn through their shopping time. داليا وهاجر بيتسوقوا في سوبر ماركت وبيجيبوا المستلزمات اللي عايزينها في الشهر. تعالوا مع بعض نشوف هنتعلم ايه خلال الوقت اللي هم هيعملوا فيه الشوبينج. يلا نبتدي مع بعض. داليا: Nothing gives me happiness except shopping. You know, there is a quote says the quickest way to know a woman is to go shopping with her. داليا بتقول الهاجر مفيش شيء بيغمني بالسعادة أكتر من إن أنا أنزل أعمل شوبينج. You know بتقول لها أنت عارفة في مقولة بتقول إن أسرع طريقة تعرفي بيها أي واحدة إن أنت تنزلي تشتري معاها أو تشوفيها بتشتري إزاي. هاجر هتقول لها That's really sounds funny، وقعت لها ده شيء مضحك جدا وقعدت تضحك. لو نلاحظ That's really sounds funny، فاكرين الإكسبرشن ده؟ بعد كده داليا بتقول Do you see that new product on the shelf؟ انت شايفة المنتج اللي محطوط على الرف ده؟ راحت هاجر بتقول لها Do you mean that one or
something else. انت قصدك على ده ولا قصدك على شيء تاني؟ داليا yes that green one. ايوه هو ده اللي لونه اخضر. بعد كده داليا هتقول لها I think they are marketing their product by making that offer. Do you understand what I mean? داليا بتقول لها أنا على ما أعتقد إن هم بيعملوا تسويق للمنتج بتاعهم ده علشان كده عاملين الأوفر ده. أنت فهمي أنا بتكلم عن إيه؟ راحت هاجر بتقول لها Do you mean offering one extra camp benefit a new company? أنت قصدك إن هم ما يدونا واحدة زيادة ده ممكن يساعد الشركة يعني؟ داليا هتقولها sure because marketing base is word of mouth. بتقولها طبعا لأن التسويق القاعدة بتاعته الأساسية لغة اللسان أو اللي هي word of mouth يعني واحد يقول للواحد ده أنا الشركة دي مثلا ادتني منتج زيادة وبجد الشركة بتاعتكم محترمة جدا وكذا 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 ده اسمه word of mouth. هاجر بتقول لها I see أنا فهمتك كده. داليا بتقول لها let's take one and give them our fair review. يلا ناخد واحدة ونكتب لهم الريفيو بتاعنا. وبكده نكون انتهينا من السبيكينج تايم ونتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا مع بعض ازاي ان احنا نوصل كلامنا بشكل يتفهم او ان احنا ازاي نعمل checking understanding. لو نرجع للحديث تاني نشوف هي كانت بتقول ايه او بتسترس على ايه علشان تفهمها قصدها. قالت لها do you mean كذا؟ انت قصدك كذا؟ وقالت ايه كمان؟ قالت do you mean offering؟ وقالت كمان I think كذا كذا كذا. طيب اما هي فهمت راحت قالت لها ايه؟ I see انا فهمت. او ممكن نعبر كمان ونقول I understand انا فهمت. ومعنا دلوقتي الجرامر وهنبدأ نتعرف يعني ايه present simple passive. الـ present simple passive يعني المبني للمجهول في زمن المضارع اللي هو أول زمن هنشوفه مع بعض. طيب what's present simple passive؟ طب عشان نعرف يعني إيه مبني للمجهول لازم نعرف يعني إيه حاجة اسمها active و passive. دلوقتي تعالوا نبتدي مع بعض نتعرف على الكلام ده. To know its use we must differentiate between the active and the passive. Active يعني حاجة معروف مين اللي عملها. The sentence is complete. ودايما الجملة فيه بتكون كاملة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندنا thing doing action plus verb plus thing receiving action وده يعتبر اللي هو ايه subject plus verb plus object. طيب تعالوا نبتدي نفسر الكلام ده بشكل بسيط جدا. يعني ايه the professor teaches the students؟ البروفيسور اللي هو الاستاذ او المدرس بيدرس للطلبة. يبقى عندنا اهو the professor ده يعتبر subject ويعتبر thing doing action هو ده الشخص اللي عمل الفعل اللي عندنا. وعندنا الverb اللي هو teaches وعندنا the students هم ال receiving الاكشن اللي هم بيقع عليهم الفعل ذات نفسه وهو يعتبر الشيء. يبقى عرفنا ان الاكتف بيكون السنتنس كومبليت. ايوه سمعاكوا بتسمعوا معايا اهو تقولوا ان السنتنس كومبليت بيتكون من ثلاث حاجات اللي هم ايه هما subject verb object وحد بيكون عامل الاكشن بيبقى فيه verb وبيبقى فيه حاجة تانية واقع عليها الاكشن. طيب تعالوا مع بعض نشوف ايه الباسف بقى اللي هو المبني للمجهول اللي احنا عمالين بنتكلم عليه ده. ده the sentence isn't complete اهو ده عكس الاكتف. الجملة ما بتكونش كاملة ليه؟ because we don't know who is doing the action مين اللي عمل الفعل ده or we don't want to mention who is doing the action عشان احنا يا اما بنكونش عارفين مين الشخص اللي عامل الاكشن ده الفعل ده او احنا مش عارفين نعمل mention نذكر الشخص اللي عامل الاكشن ده او بمعنى اصح مش عايزين نذكره. زي ايه؟ The window is broken.
الشباك اتكسر. يبقى احنا هنا مش عارفين مين اللي عمل الاكشن ده. بيسمى ايه ده؟ اسمه الباسيف. طيب في الباسيف كمان احنا بنستخدم باي. ممكن ساعات في بعض الحالات الكتير بنكون عارفين الشخص اللي عمل الحاجة دي، يعني بنبني للمجهول وبنقول بواسطة كذا او مين اللي عمل الكلام ده. زي ايه؟ We often use by to tell who or what did the action. زي ما قلت اهو، علشان نخبر او نقول مين اللي عمل الاكشن. The money is stolen by the robber. الفلوس او الاموال سرقت بواسطة الحرامي او السارق. عندنا مثال كمان بيقول The cake is picked by Arwa's mother. الكيكة دي اتخبزت بواسطة مامة أروى. يبقى ده اسمه باسف. طيب How we can form questions using present simple passive. ازاي ان احنا نعمل questions باستخدام present simple passive؟ ازاي نستخدم المبني المجهول في زمن المضارع ان احنا نعمل بيه اسئلة؟ بنعمل ايه او ايه البيز بتاعته؟ البيز بتاعته بتتكون من question word wh question plus the present simple to be plus subject plus the past simple. يعني ايه الكلام ده؟ قلنا question word يعني نحط اي نوع من الحاجات اللي بنسأل بيها، زي how, what, where او اي حاجة من دي. طب عندنا the present simple to be اللي هو is، وبعد كده subject اللي هو الشيء اللي احنا بنسأل عليه. هنا عندنا grilled chicken، والباست simple اللي هو الverb plus ed، verb plus ed. طيب تعالوا نشوف المثال. How is grilled chicken cooked؟ ازاي الفراخ المشوية دي بتطبخ؟ طيب اخر حاجة عندنا in passive we can ask who or what did the action. ازاي اما نسأل عن طريق نحنا yes and no. Is any plant produce CO2, carbon dioxide؟ الإجابة هتكون yes, yes, yes. ده بالنسبة لسؤال ب yes or no questions. وبكده نكون خلصنا الجرامر وهننتقل معانا للأسئلة بتاعة الدرس. هنبدأها ب choose the correct answer. When you stir salt in water, it appear or disappear or evaporate. لما بنقلب الملح في المية بيتحول او ايه اللي بيحصل؟ ايه الاكشن اللي بيحصل؟ يا ترى appear بتظهر or disappear بتختفي or evaporate بتتبخر؟ ايوه سمعيكم بتقولوا disappear، طبعا بتختفي. رقم 2 it produces when water turns into water vapor. هي بتنتج او بتفرز لما الماء بيتحول لبخار. طب ده يعتبر ايه؟ condensation or flow or evaporation. ايوه سمعاكم بتقولوا بتجاوبوا evaporation. رقم 3 you can make more bubbles for fun by blow it, blow or blowing. في لعبة كده بتاعة صابون طبعا كلنا عارفينها، بننفخ فيها فبيطلع فقاعات من الصابون. فهنا حد بيكلم حد فبيقول له you can make more bubbles for fun by blowing or blow or blow it. ايوة سمعيكم بتقولوا ان بعد by بيجي verb ing blowing. طيب وجينا لأسئلتكم اللي هو دوركم انتوا في نفهم. دول ثلاث أسئلة احنا سايبينهم علشان انتوا تجاوبوهم بنفسكم وتبعتونا إجاباتهم على نفهم ويب سايت. أول سؤال بيقول Can I just check that I have understood correct or correctly or corrected? Number two, from the of planting is feeling optimism. Disadvantages, advantages,
ideas. أيوة. رقم ثلاثة, vegetables can lose their vitamins if we don't eat during expiration date. Melted or frozen or freezed. وبكده نكون انتهينا من ال questions time, وهنروح لآخر part معانا هو ال writing time. وجينا معانا لآخر جزء في ال lesson بتاعنا هو ال writing. وقلنا في ال writing ان احنا هنتعلم ان احنا نكتب عن process او هنشرحها. طيب عندنا ال writing النهاردة عن how to plan it meant at home. وعندنا سليمان كاتب لنا عن زراعة المنت اللي هو النعناع وازاي هو بقى صديق لي. تعالوا مع بعض نكتشف الكلام ده. Mint means to me more than a planet. النعناع بالنسبة لي هو يعتبر أكتر من نبات. I didn't discover that secret until I have visited a psychologist. أنا اكتشفت ده لما زرت طبيب نفسي. I was depressed. أنا كنت حزين جدا وعندي حالة اكتئاب because I have failed in TOEFL. عشان أنا فشلت في امتحان التويفل, وامتحان التويفل ده هو امتحان بيقيس قدراتك في اللغة الإنجليزية على مستويات كتيرة جدا. فسليمان بيقول لنا إن هو فشل فيه وعشان كده هو كان حاسس باكتئاب. And I felt that I am the most saddest person on this earth. وحسيت إن أنا أكتر واحد تعيس على وجه الكرة الأرضية. As if I passed that exam, I will travel to study abroad. بيقول لو أنا كنت عديت من الامتحان ده أو من الاختبار ده كنت زماني بدرس برا الحاجة اللي أنا بحبها. بعد كده بيكمل سليمان بيقول So the doctor advises me to inhale mint leaves as it helps relax the body and calm the mind and freeing it from stress and promote excretion what is known as happiness hormone. بيقول ان الدكتور نصحه وقال له ان هو يستنشق ورق النعناع علشان هو بيساعد الجسم ان هو يبقى ريلاكس, ان هو يبقى في حالة من الراحة والصفاء الذهني. وبيقول ان هو بيخلص الجسم من اي ضغوط وبيعزز من انتاج هرمون السعادة. وبيكمل سليمان بيقول and thus can treat depression and keep anxiety and stress. وبكده بيعالج الاكتئاب وكمان بيحافظ على ان هو يطرد القلق والتوتر مننا. كده سليمان بيبتدي يكمل ويقول It helps to improve memory and cognitive functions and increase alertness. وكمان بيساعد على تحسين وظائف الذاكرة والإدراك وزيادة اليقظة. وبعد كده بيقول From this moment, من اللحظة دي My life changes and new things growing in me such as hope, determination and happiness. ومن اللحظة دي حياتي اتغيرت وحاجات كتير اتزرعت جوايا زي الأمل والتصميم والإرادة والسعادة. بعد كده بيكمل بيقول Mint and me became friends and I used to inhale one every morning and drink cup at evening. بيقول أصبحت أنا والنعناع أصدقاء وبقت عادة عندي إن أنا أستنشق ورقات النعناع في الصبح وكمان أشرب كوباية نعناع بالليل. Also I have planted small one in my room. وكمان زرعت عندي زرعة صغيرة من النعناع. And you can plant one too. وكمان أنت تقدر أو تستطيع أن تزرع واحدة كمان. هو بيكلمنا إحنا. وبعد كده بيقول First of all هيشرح لنا زي أن إحنا نزرع عندنا زرعة نعناع صغيرة. First of all buy mint seeds and mud from flowers and gardens shop. Then choose pot and put them out with seeds. Finally water it from the first time well and then water it after 3 days max as maximum.
بيل كان بيقول أول حاجة إن احنا لازم نجيب بذور النعناع وطين مناسب ليها من محل اللي بيبيع النباتات والزهور وبيكون عنده مستلزمات النباتات دي أو يكون عنده البذور. بعد كده إن احنا نروح نختار قصرية يكون شكلها جميل ومناسب لزراعة النعناع ونحط جواها الطين ونبتدي ان احنا نخلط فيها البذور ونحط فيها نسقيها او نرويها بالمية وبعد كده نهتم بيها خلال 3 ايام من وقت ما احنا حطينا البذور ان احنا نبتدي نسقيها. بعد كده بيقول سليمان thanks for giving me the power to achieve a dream in my life and I'm telling all of you that story from aboard. وسليمان بيختتم الكلمات بتاعته اللي كتبها لنا دي بيقول انا بشكر النعناع جدا ان هو اعطاني الارادة ان انا احقق حلم كان في حياتي كان نفسي ان انا احققه وانا بكتب لكم دلوقتي السطور دي دلوقتي من الخارج وانا بدرس. سليمان وماضي في الاخر جريس من اليونان. وبكده نكون انتهينا من الرايتنج بارت ونتمنى كل واحد فيكم يبتدي يزرع زرعة ويحكي لنا عن شعور ازاي ان هو ابتدى يعمل البروسيس بتاعة الزراعة دي وهي اثرها ايه على نفسه. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا ونتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا فيه بشكل مميز كالعادة وهنستقبل كل أسئلتكم على نفهم ويب سايت وكمان لو حد كتب رايتنج ومحتاجين ان احنا نصححه مع بعض هنكون سعداء جدا. شكرا لكم جدا وان شاء الله نقابلكم في يونت جديد. سلام عليكم.